قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكن إن القرار الجديد في الأمم المتحدة حول مسألة حقوق الإنسان في شبه الجزيرة القرم سيكون أساسا لخروج المحتل من شبه الجزيرة. وشدد رئيس الدبلوماسية الأوكرانية أن مشروع القرار الذي قدمته أوكرانيا اليوم يسمي الأشياء بمسمياتها، حيث تنص الوثيقة بوضوح على أن روسيا ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية، بما في ذلك إلغاء الحظر المفروض على مجلس شعب تتار القرم، وأيضا السماح للمنظمات الدولية بزيارة شبه الجزيرة. وأضاف كليمكن أيضا أنه يمكن استخدام القرار في وقت لاحق في دعاوى قضائية ضد روسيا، بما في ذلك محكمة لاهاي.